لو جينا مثلا شفنا مثلا البقدونس، يعني خلينا تمام. نقول شوية حقائق احنا لأول مرة بنقولها للسادة المشاهدين النهاردة في السفيرة عزيزة، يمكن بيحتوي على كمية فيتامين سي أكتر 4 مرات من اللي موجودة في البرتقال واللي موجودة في الليمون البقدونس؟ واللي موجودة في الجوافة الموالح. ده مين؟ البقدونس. احنا نستخدمه في طب أدوار ممكن البرد أنا أزود بقى. حاجة على البقدونس اتفضلي. بس؟ واحدة مرة نصحتني زمان قالت لي عشان تتفادي الهالات السوداء اللي بتكون تحت العيون يفضل انك انت تعملي عصير بقدونس وتحطيه تحت عينيكي كل يوم، بحيث ان الهالات السوداء دي مع على المدى الطويل ممكن تختفي. ده طبعا دي برضو اكيد معلومة بتهم الناس كتير. اكيد طبعا ده طبعا نتيجة وجود فيتامين سي بالكميات الكبيرة. وبيقولوا نشرب كمان عصير البقدونس. نشربه طبعا. هل ده عصير بقدونس؟ عصير بقدونس اهو معانا، ده بقدونس باللبن اهو. باللبن. ده بقدونس باللبن. انا عايز بس اكمل الحقائق. اتفضل. يا ريت. في كمية كالسيوم اكتر من اللي موجودة في اللبن. يعني كل الناس بتتخيل ان اللبن هو المصدر الوحيد للكالسيوم. صح. لا، البقدونس عندي في كميات كبيره من الكالسيوم اكتر من اللي موجوده في اللبن. في كميات حديد اكتر من اللي موجوده في السبانخ. الناس متخيله ان السبانخ هي المحتوى الوحيد طبعًا للحديد. الرئيسي للحديد. الرئيسي. فطبعا في كميات من المواد الفعاله، في ماده الفلافونويد، في ماده الميرستين، ماده الابيول، مضر هام جدا للبول ومضر هام جدا للطمس والدوره الشهريه. بعض السيدات عندها الدوره غير منتظمه وبتيجي بكميات كبيره، ممكن تقعد وقت كبير لو شربت البقدونس هيبدا ان هو يطرد على طول الدوره الشهريه في اقل وقت ممكن. ولكن طبعا هو محظور في الحوامل. دي نقطه مهمه بقى. محظور طبعا. محظور اكله في الحوامل. برضو الشبت نفس الموضوع، محظور برضو في الحوامل لوجود ماده الابيول اللي هي مضره للطمس. يعني بيحصل انقباضات وبالتالي طبعا بيحصل ايه، عمليه بس الطمس. بس البقدونس ولا حاجات تانية؟ البقدونس والكزبره والشبت، التلاته دول فيهم ماده. ما يتاكلوش باي صوره من الصور ممنوعين في الحوامل. دول ممنوعين في الحوامل. ولا يبقوا جوه الاكل مثلا يا دكتور؟ ما يدخلوش في الاكل، يعني ما يتسووش مثلا مع الاكل. لو كميات صغيره، احنا بنتكلم دلوقتي في كميات علاجيه. واحد هيبدا النهارده، هناخد مثلا، هنقول من النهاردة لمدة 10 أيام أنا هاكل كل يوم بقدونس. هنا بقى بيبقى محظور للحوامل. هنا طبعا الكمية طبعا إيه بتفرق.